الله يقويك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم على محمد. سعد بن جدلان له بيت شعر جدا جميل يقول: الآدمي لولا المكارم والأخلاق كالحنظلة من عرقها ليا ورقها. الله. وعندنا واحد من جماعتنا قاله سعد الحسين يقول: الآدمي بحب المكارم والأخلاق كالزحويانها ريحها في ورقها، الناس لا هي بتشرب ولا هي بتنذاق، لا شك بأخلاقها ربي فرقها. الناس لا تشرب ولا هي بتنذاق، ولا هي بتنذاق، لا شك بأخلاقها ربي فرقها. الله. بدر الحويفي وش يقول؟ يقول: قرم بوجهه للمروة شواري، راية سديد وكل درب يدله، ما هو حضيبين مزاجه تجاري، واللي عقدت الراي عود يفله، أول نهارك يعجبك من داري، مر البلا تالي نهارك تمله. الله. نسترسل بالكلام هذا الحجاج بن يوسف الثقفي، عرف انه قوي حجه وذكر انه لم يلحل لا في جد ولا في هزل. في يوم من الايام هو معروف انه ظالم، غرق يسبح بنهر دجله وغرق وشال والماء، فكان فيه صبي باخر النهر طب عليه وانقذه، حطت بهم الخيل، قال ايتن بالقصر، قال: انت من انت؟ قال: انا الحجاج. قال: لا ابي منك خدمه. قال: وشي؟ قال: لا تعلم الناس اني انقذتك من الموت. اعوذ بالله. قال: ليه؟ قال: تراهم يقتلونه، لكن انا معروف ما ابي منك عطيه، بس فك من شره. ايضا لما حدثت مشكله ابن الاشعث جابوا له واحد من بني تميم، لذلك يقول بعض الادباء ان بني تميم في العصر الاسلامي حازت على الادب. حازت على الادب، لو جيت للنوابق تجد اغلبه بني تميم. قال: ان كنا اسأنا الذنب فما أحسنت العقاب، حنا فعلا نقضنا البيع لكن اتقتلتنا. قال: أما في هذه الجيف مثل هذا الرجل؟ أطلقوه قاتله الله. أيضا قال واحد: قال: لأحملنك على الحديد، لأحملنك على الأدهم. أنا هذا متلاعب بالألفاظ. قال الرجل: قال: كالأمير يركب على الأدهم ولا أشهب، هو الحديد يقصد السيف، وأنا وهو راح بوين؟ للخيل. للخيل، نعم، الأدهم. قال: أنا أقصد الحديد. قال: الحديد أفضل من البليد، راح بول الذكاء، وكذلك بصرك اليوم حديد. قال: أما ألهم هؤلاء مثل هذا الرجل طلاقة اللسان؟ أطلقوه. فهذه من القصص الجميلة عند الحجاج. يوم من الأيام جاب اثنين قال أبي أقتلوه من أتباع ابن الأشعث. قال واحد: أنا لي معروف عليك يا الحجاج. قال: ما هو؟ قال: سب أمك ابن الأشعث، وأنا قلت أعرض عنها. قال: من يشهد؟ قال: يشهد هذا الرجل المربط الثاني البختار. قال: تشهد على كلامه؟ قال: أشهد على كلامه. قال: ما جعلك تقول مثل كلامه؟ قال: كرهك. أنا مبسوط على سب أمك، أنا أكرهك. قال: أطلقوا هذا لصدقه، وأطلقوا هذا لوفائه. هذه بعض النماذج عن قصص الحجاج بن يوسف الثقفي. الله يعطيك العافية ويقويك.